السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا والعود أحمد لفحص طرود القسمات من النفض الحسونية على الخلايا القصيرة. إن شاء الله بالرزق وبالخير للجميع. نحبكم في الله، نتمنى مشاركتكم للفيديو وإعجاباتكم، فهي تشجيع لنا وتحفيز لوضع المباشرات. نحبكم في الله، على بركة الله سننطلق ونفحص معكم هذه الخلايا ونتائجها. فلدينا 8 خلايا منتوج خلية هذه الخلية الأم. إن شاء الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. الخلية الأم كما تكلمنا، أخذتها لأني بعيد التصوير، قلت أخذ هاتف معي لكي نرى شكل الخلية الأم. بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. لا نتوفر على الحاجز الملكي، لكن شاهد معي جمالية الخلية الأم. إطارات كما نشاهدها مختومة بين إطار وإطار حتى بالشمع. الله أكبر يا أخي، بسم الله ما شاء الله. إطار البلاستيكي لم يعمل به النحل، لم يعمل به النحل، هذا كنا قمنا به تجربة. شاهد إطار بلاستيكي بان به النحل زوائد بالخارج، لكن لم يستطع النحل بناء الشمع عليه. شاهد، لو شاهدنا جيدا يحاول النحل، يحاول جاهدا مع البيوت السداسية. شاهد، سنتركه لا نأخذه. شاهد النحل يحاول مع الإطار البلاستيكي. أنا لا أترك أن أرفعه، سأحاول تركه، ما عندي مشكل. هذه الخلية الأم، بسم الله ما شاء الله على الحظ. شاهد، بسم الله ما شاء الله أخي الكريم. بسم الله ما شاء الله، الخلية الأم ممكن أن أرفع لها، نستطيع العمل بيد واحدة، بسم الله ما شاء الله الكريم. من الحطبة إلى الحطبة. الآن الهدف عندي ليس هو الخلية الأم، الهدف عندنا الحمد لله فحصنا الخلية الأم، شاهدناها جيدا، الحمد لله عسل لدينا، كما قلنا العسل متوفر. بسم الله ما شاء الله، حضنا لدينا. إحداشر، ستة، إحداشر، ستة، 23، هذا الفحص اليوم، 11 6 23. إطارات الحمد لله، هذه لكي نعرف أنها أول وقبل كل شيء. هذه خلية أم أعطتنا خلية 2 3 4 5 6 7 8، 8 خلايا أخذناها من خلية واحدة. والخلية التي أخذنا منها، الذين يقولون بأن النفضة تضعف الخلايا الأم، أقول لك شاهد النتائج، لأن الآن لا أريك العسل، أريك فقط النتائج. هذا لاستيك جيد، لاستيك لا، الحديد التي يقفل بها جيدة. أتمنى أن يبقى معنا التصوير، جميل جدا. لا أريد وضع الحاجز ملكي، توفر عليه، لكن لأني أريد أخذ منها شغلات أخرى هذه الخلية إن شاء الله سأقسمها.
سنقسمها اليوم بإذن الله. أعطوني دقيقة، أريد فحص فقط معكم الخلايا وسنقوم بقسمتها لأخذ طردين منها إن شاء الله. سنرى الآن طرود. وهل هي الطرود ملكتها نجحت أم لا؟ هل هناك وضع بيض أم لا؟ سنشاهد معا. بسم الله. بسم الله ما شاء الله. الطرود الأول هنا تكون الصورة واضحة. الطرد الأول كتافة نحلية عسل. بسم الله ما شاء الله. هذا الطرد الأول، بمعنى طرود النفضة الحسونية. هذا هو المشروع الذي كنا تكلمنا عليه، سنقوم به معا الحمد لله. الإطار مرشوش عسل. نشاهد الإطار حضنة. بسم الله ما شاء الله. ملكة ملقحة. وضع موجود. حضنة مفتوحة بكثرة. لا نقوم بإزعاجها بأكثر من هذا. بسم الله ما شاء الله. بمعنى الطرد الأول ماشي في طريق العسل. هناك كذلك رش عسل. نترك. الأساس عندنا أن الخلية عندنا ناجحة. الحمد لله. هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. كما تكلمنا من خلية واحدة، هذه أبناء هذه الخلية. نتابع فحصهم جميعا ونشاهد كم من ممكن ننتج عسل. يوم فرز هذه الخلايا سنقوم بميزانها لكي نشاهد كم تعطينا خلية نحل نظيفة من النحل والعسل في سنة واحدة. الطرد الثاني. الحمد لله نحن نتقاسم النتائج. بسم الله ما شاء الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. كتافة نحلية بكل الإطارات، ملكة جيدة، قسمة نفضة حسونية رائعة. النتائج أمامك من دون أن نبقى نعقب على فلان ولا نعقب على فلان. الميدان يتكلم. هل النفضة الحسونية ناجحة أم وقوة نجاحها. بسم الله ما شاء الله. ملكات النفضة الحسونية، ملكات جديدة. بسم الله. بسم الله. كتافة حضنة كلها ملكات جديدة. حضنة الذكور وحضنة مفتوحة. حبوب لقاح ورش من العسل. بمعنى الخلايا الآن باتجاه انطلاقة موسم العسل. هذه الخلايا كله حضنة مفتوحة. هذه تحتاج إلى عسل الآن لأن لدينا موسم الفيض. لست من الناس التي أتكلم بالتكلم. بسم الله ما شاء الله. إطار أخي الكريم أبو 5 كيلو. أخذ 5 مستحيل، لكن إطار يسعد النظر. أنا من الناس التي يسعدني. أنت لا يسعدك أو يسعدك ذلك سيكون بمعنى يسعدك هم. أنا الحمد لله أقدم فقط الطريقة والأسلوب للعمل بالنفضة الحسونية كيف هي نتائجها. هذا الطرد الثاني. سأقوم بتلخيص فيديو اليوم الأول وفيديو اليوم الثاني والفيديو اليوم الثالث في فيديو ملخص منذ أن رسمت الخلية حتى ترى هذه الخلايا كيف خرجت. الحمد لله نحن عندما نتكلم بخلايا العسل نتكلم بالبيضاوية، لكن ما دام الناس تعمل بهذا النوع من الخلايا نقدم ولو نبدأ.
عن طريق النفض الحسونية، بمعنى لا نستحضر، لست محتاجين لا دورات تكوينية ولا شيء في العمل، محتاج فقط للحقل. شاهد أخي الكريم النتائج أمامك، بسم الله ما شاء الله، نتائج النفض الحسونية. والله وتم والله لكل هذه الخلايا أمها، تلك هي الأم. شاهد أخي الكريم، بسم الله، وما زلت سأقوم بقسمتها الآن، سأقوم لها بنفض الآن. بسم الله، شاهد هذا رش، نبحث عن الحضنة، نبحث عن الحضنة مباشرة. هذا رش، نبحث عن الحضنة لنتأكد بأن ملكاتنا موجودة في النبض. بسم الله ما شاء الله، حتى حضنة مفتوحة ملكات، حتى هذا النحل الذي تراه كله نحل حاضن. هذه الخلايا بدأت في الانطلاقة، شارعة الآن في الانطلاقة القوية. نتركها، نتركها ونقول لها على بركة الله، الحمد لله. لاحظناها بالعسل، لاحظناها بالحضنة، لاحظناها كلها جيدة. شاهدنا الخلية الأم، الخلية الأم شغالة جيد جدا جدا. شاهد كلها في يوم واحد من تلك الخلية، سنفحصها معنا. تابع أخي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أما العسل سنريه لك في الخلايا البيضاوية. شاهد، بسم الله ما شاء الله، الكثافة النحلية تظهر فقط عند الفتح، بمعنى هذه، من يقول أن هذه نفضة؟ وهي بمعنى طرد من تلك الخلية. بسم الله ما شاء الله، بسم الله، نبحث عن الحضنة. بسم الله ما شاء الله، بمعنى لا تخوف ولا شيء. بسم الله ما شاء الله، بسم الله تبارك الرحمن، بسم الله تبارك الرحمن، كلها منتور نفضة حسونية. هذا فقط للناس التي قد لا تريد أن تدرك، لأننا نعمل في الحقل، لا نعمل في جوجل أو نعمل في الدورات التكوينية أو نعمل في الدروس، بل نحن نعمل في الحقل. هذه النتائج أمامك، لسنا مضطرون لإجبار أي كان على أن يعمل بها، لكن كما نقول الحقل الذي يثبت، الذي يثبت الجبارة. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. حضنة خلية مليئة، لا أقوم بإزعاجها، خلاص أنا فقط أريد فقط شاهدتني، لم أزور المنحل أكثر من شهرين، لماذا سأقوم بالإزعاج؟ لا، فقط نفتح النفضات شغالة جيدا بالانطلاقة بالعمل الجيد، أتركها لأنني سبقت في الفحص، قد نستغرق وقت كبير في الفحص ويكون فيديو جد طويل، جد طويل. بسم الله ما شاء الله، هذه كذلك كانت منها، كانت منها تلك الخلية. شاهد النفضات، هذه كلها نفضات موجودة على اليوتيوب. يوم هذه كانت نفضات رمضان، كانت نفضات رمضان. بسم الله، بسم الله، الله أكبر كبير، الله أكبر. يا سلام، أصبحنا بالعاسلة، النفضة أصبحت بعاسلة وكثافة نحلية. هذا ليس المرعى، لا، بل العمل السليم، هذا هو العمل السليم. كلنا مررنا من انخفاضات جوية، وكلنا مررنا من البرد، وكلنا مررنا، لكن النحل يريد الطريقة السليمة. ما شاء الله، أوه جميل، إطارتها كلها بيضاء أخي الكريم، إطاراتها
كلها بيضاء. الله أكبر. بكاراته كلها بيضاء. بيضاء. بسم الله. حضر. حضر. بسم الله. شاهد الوضع. بسم الله ما شاء الله مع الشمس لا أراه جيدا. قلبنا الهاتف. هذا كلها حضانات مفتوحة. شاهد كلها حضانة مفتوحة. كلها بسم الله ما شاء الله. كل واحد أنا مفتوح. بسم الله ما شاء الله. حضن. رش عسل. رش عسل. كله عسل. بمعنى العاسلة كما هي الآن بطريق العسل. عاسلة بطريق العسل. بسم الله ما شاء الله. العسل كله بطريق العسل. وهذه كلها طرود من نفس الخلية. هذه الخلية تحتاج لعسل. كلها عسل. كلها عسل. بسم الله ما شاء الله. فرحنا. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. لا أزعج خبيث. خبايا إن شاء الله بطريق العسل. سنريك العسل أخي الكريم في الخلايا البيضاوية إن شاء الله. دقيقة. كذلك هذه الطرود التي أمامي كلها من فوق خلية واحدة والكل يعلم هذا. بسم الله ما شاء الله. والكل يعلم هذا والكل شاهد معنا هذا. الحمد لله. هذه خلية عاسلة كذلك كما تشاهدها فهي بعاسلة. الحمد لله. نتائج هذه فقط النتائج فحص يوم الفرز سنفرزها معا ان شاء الله ونشاهد مصداقية النفض الحسونية ونتائجها. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله. النحل بطريق العسل. الغطار لم يعجبني. نحل في مطه. بدأ في مطه. ما في مشكلة. نترك النحل لأن هذه عاسلة. كنت تركت فيها غطارات لكي يخزنها النحل. لكن النحل عوض أن يخزنها فيها. النحل بدأ في البناء فيها. جميل. هذا لن يضرنا. بسم الله ما شاء الله. عسل. هذه كلها شجر أساس. النحل بدأ في مطه كما نشاهد. كلها شجر أساس. عسلات شجر أساس.
نحبذها في المطلق. جميل. النبضات ماضية في طريق العسل. لا نستعجل، فالحمد لله هذه التساقطات وهذا الربيع الذي جاءنا متأخر، فما هو إلا رزق. الحمد لله. البيضاوية سأقوم بنبضة إن شاء الله للخلية الأم، سأقوم بنبضة إن شاء الله. لدي طردين، مشاهد معنا هذه.